مساء الخير مشاهدينا الكرام، عناوين النشرة الرئيسية: مشاركة فاعلة للمرأة المغربية في كل المجالات تحقيقا للمناصفة والمساواة، دعوة من جلالة الملك في خطاب العرش للنهوض بأوضاعهن عبر تفعيل المؤسسات الدستورية وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة. سلامة المستافين بالشواطئ تتوقف على مبدأ احترام التعليمات المرتبطة بالسباحة وعدم المزاجفة مع أمواج البحر. لهذا الغرض يطلع رجال الإنقاذ التابعين للوقاية المدنية بدور محوري بهذا الخصوص. حرب الطرق تكبد خسائر في الأرواح بفعل التهور على الطرقات، 4 أشخاص يلقون حتفهم في اصطدام حافلة للنقل العمومي بشاحنة من الحجم الكبير على مستوى منطقة أنسكرود على الطريق السيار بين مراكش وأكادير. إعادة استغلال ينابيع المياه المثمورة وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة من بين التدابير التي اتخذتها سلطات العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء من أجل مواجهة النقص المرتقب في مياه الشرب. نستضيف ضمن هذه النشرة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة عواطف حيار. مرحبا بكم سيدة الوزيرة. شكرا على الاستضافة. مرحبا، أهلا بكم. بداية وبمناسبة الذكرى 23 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، توصل جلالته ببرقية تهنئة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي ومن رئيس جمهورية أرمينيا فاكهان خاتشادوريان ومن رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمن وكذلك من سلطان بروناي دار السلام صاحب الجلالة السلطان حاجي حسن بولقية ومن رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس ثم من قداسة البابا فرانسيس ومن رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو ثم من الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل أسيمي غويتا. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، كما أكد جلالته على ضرورة تحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها، مشددا جلالته على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات. تقرير سمير أسبان ومحمد ناصري. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، حيز بارز خصصه الخطاب الملكي السامي لوضعية المرأة المغربية ليكرس إرادة ملكية لإنصاف النساء. جلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد على حرص جلالته منذ اعتلائه العرش على النهوض بوضعية المرأة وفسح آفاق الارتقاء أمامها. المشروع التنموي لبناء مغرب التقدم والكرامة لا يتحقق بدون إشراك جميع المغاربة رجالا ونساء، يؤكد الخطاب الملكي السامي. الخطاب الملكي جاء في الوقت دياله، وسيدنا دائما تينصر المرأة، هو دائما في جنب المرأة وزعم في محله الخطاب، لأن هادشي كتر نيت بزاف، لأن بزاف ديال الحقوق ديال المرأة ما بيناش. خاص المدونة تنزل الواقع، الأرض تطبق ويعطيها حقوق بالنسبة للمطلقات ولا الأرملات.
الخطاب الملكي السامي أوضح أن إصدار مدونة الأسرة إلى جانب اعتماد دستور 2011 من أهم الإصلاحات التي قامت بها المملكة لتكريس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، مشيرا جلالته إلى أن تجربة مدونة الأسرة أبانت عن وجود عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة. خطاب جلالته اعتبر أن تطوير مدونة الأسرة يجب أن يقترن بضمان حقوق المرأة والرجل والطفل والأسرة وفي تناغم مع التطور الذي يعرفه المغرب ومع دور ومكانة المرأة وفقا للتعاليم الإسلامية الحقة. ماذا من كلها اللي جات في الخطاب الملكي كينتظرها المجتمع المغربي، لأنه الآن 18 سنة على صدور المدونة، بطبيعة الحال أنه كان هناك تغيير كبير لا في المجتمع ولا حتى في تطبيق القانون. جاء الوقت باش أننا نعود نظر في المدونة الأسرة اللي كانت ومع ذلك هي نجاح بالنسبة لجميع الدول العربية، رحنا هما الأكثر يعني الأكثر تقربا من الواقع المعاش في الألفية الثالثة. هذه مدونة لا ننكر بأنها استجابت وأنقذت ما يجب إنقاذه، إلا أنها أصبحت اليوم لا تتجاوب مع المتطلبات اليومية، مما دعا إلى تشديد مراجعتها طبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية مع كذلك التطبيق الصحيح لمقتضياتها. تأكيد ملكي على أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة. جلالته أكد على ضرورة المشاركة الفاعلة للنساء في مختلف المجالات كشرط أساسي لتحقيق التنمية. هذا الخطاب يعني كنتمنى أنه صناع القرار والسياسيين والحكومة بالأخص أنها ترجموا يعني تصرفوا وترجموا بواحد الشكل اللي يقدر انه يعني يحيد كاع المقتضيات التمييزيه اللي كاينه واللي مازال يعني كتحط من الكرامه ديال النساء. صفحة جديدة في مسار تثمين مكتسبات المرأة المغربية يحدد معالمها الخطاب الملكي السامي، خطاب أعاد الاعتبار لدور المرأة في المجتمع ووضع خارطة طريق لصون حقوقها كمفتاح جوهري لبلوغ التنمية الشاملة. ولمناقشة مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، نستضيف كما ذكرنا في بداية هذه النشرة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار. مرحبا بكم مجددا سيدة الوزيرة. إذن بداية، الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد خطاب تاريخي قوي بمضامينه وبمراميه، يقدم رؤية استشرافية للمستقبل تنهل من قراءة دقيقة وحقيقية للواقع. ما هي في البداية قراءتكم للخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، وما هي العناوين البارزة لهذه المرحلة الجديدة التي يؤسس لها خطاب العرش؟ الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 23 لاعتلائه عرش أسلافه الميامين هو خطاب تاريخي، وهو يشكل مرحلة سياسية وتاريخية بالغة الأهمية. وعلى غرار الخطب الملكية هو يعني وتجسيد للتلاحم القوي والدائم بين العرش والشعب، ويأتي خطاب العرش دائما بتوجهات استراتيجية للبلاد. فهذا الخطاب الملكي السامي لهذه السنة جاء بأربعة المحاور. المحور الأول هو حول المرأة وضرورة تمكينها من حقوقها، المحور الثاني هو حول الحماية الاجتماعية والنهوض بأوضاع الأسرة، ومحور ثالث هو حول الظروف الاقتصادية، والمحور الرابع هو حول العلاقات مع أشقائنا في الجزائر. ففي ظل
تداعيات جائحة كورونا وفي ظل انعكاسات التقلبات العالمية، جاء الخطاب، خصص الخطاب الملكي السامي جزء كبير منه للمرأة وللنهوض بوضعية المرأة وإنصاف المرأة وتحقيق المساواة. ومنذ بداية يعني تولي جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين، أعطى أهمية كبرى وعناية بالغة للنهوض بحقوق المرأة، وتحققت إنجازات كبرى. فيقول صاحب الجلالة نصره الله في خطابه أنه لا يمكن في مغرب اليوم أن تحرم المرأة من حقوقها، ولا يمكن للمغرب أن يزدهر بدون تمكين المرأة وإشراكها في جميع مجالات التنمية. وكامرأة مغربية وكأم لفتاة وكوزيرة في حكومة صاحب الجلالة نصره الله، يعني تشرف على قطاع المرأة والأسرة، أشعر بالفخر وبالاطمئنان وبالامتنان لصاحب الجلالة نصره الله، لأنه منذ اعتلائه على عرش أسلافه الميامين يؤكد دائما على دعمه للمرأة، وتمت تحقيق إنجازات كبيرة جدا أشادت بها جميع المنظومات الحقوقية العالمية، وكان آخرها هو اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو بجنيف في يونيو 2022، التي نوهت بالدور الرئيسي لصاحب الجلالة نصره الله في النهوض بحقوق المرأة المغربية. ويشكل الخطاب التوجيهات السامية اللي جات في الخطاب الملكي لصاحب الجلالة نصره الله تشكل خارطة الطريق بالنسبة لنا جميعا حكومة وأحزاب ومجتمع مدني وقطاع خاص وقطاع عام، يعني لنا جميعا تشكل خارطة الطريق. يجب أن نحدد، يعني نشتغل جميعا يدا في يد لوضع خطة استعجالية بأهداف يعني محددة في الأهداف ديالها ومحددة في الزمن لتنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي، سواء فيما يخص الإنصاف يعني تفعيل المساواة، أيضا إخراج المؤسسات الدستورية ذات الصلة بوضعية المرأة، وأيضا فيما يخص يعني فيما يخص أيضا مدونة الأسرة ومراجعة بعض بنودها اللي كانت في الوقت ديالها يعني واحد القفزة مهمة جدا، ولكن تجربة أبانت على عدد من النواقص التي يجب مراجعتها، طبعا في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، في إطار خصوصيات المجتمع المغربي اللي معروف بالاعتدال وبالتوازن وبالانفتاح، وأيضا بإشراك جميع المؤسسات وجميع الفعاليات. فمدونة الأسرة هي كما قال جلالة الملك، هي ليست فقط مدونة للمرأة، هي مدونة لتحمي حقوق المرأة وحقوق الرجل والمصلحات، تراعي مصالح الأطفال كذلك، مصلحة الأطفال. فيجب أن تتسم بالتوازن وأن تراعي التوازن بين جميع مكوناتها. سيدة الوزيرة، إلى جانب موضوع المرأة المغربية وعلاقة باختصاص الوزارة التي تشرفون على تدبير شؤونها، الخطاب الملكي السامي جدد التأكيد على أهمية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية. ما هي أبرز التوجيهات التي أكد عليها جلالته في خطابه السامي بخصوص تنزيل هذا الورش الذي يحظى باهتمام فعلي من لدن جلالة الملك، وكيف السبيل لتنزيلها على أرض الواقع وفقا للدعوة الملكية السامية؟ أولا يعني خصص جلالة الملك في خطابه السامي يعني جزءا مهما أيضا للنهوض بوضعية الأسر، وأكد جلالته أنه منذ بداية يعني الجائحة وكيف تمكنت بلادنا من مواكبة الأسر خاصة لوضعية هشاشة وتمكين الدعم ويعني توفير الحماية الصحية واللقاح المجاني لجميع المواطنين المغاربة وحتى الأجانب اللي يقطنون في بلادنا، فيأتي ورش الحماية الاجتماعية لتعميم هذه الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين. و هذه السنة لقد تمكنت أكثر من 6 ملايين شخص من الاستفادة من الحماية الصحية، من التغطية الصحية، وفي من هنا لأواخر السنة إن شاء الله سيتم إدماج جميع الأشخاص المستفيدين من نظام الراميد حتى يتمكن
جميع المغاربه من الاستفاده من التغطيه الصحيه. ولكن واش الملكي للحمايه الاجتماعيه هو ورش شامل؟ ما فيش غير الجانب ديال التغطيه الصحيه، في ايضا التعويضات للاسر في وضعيه هشاشه، والهدف هو النهوض باوضاع الاسره، لان الاسره هي النواه الاساسيه في المجتمع، وبالنهوض باوضاع الاسره يعني نتمكن من تدعيم مقومات الصمود، ومن تعزيز يعني التقدم بلادنا. فالتعويضات العائليه فيها الشق ديال الاستفاده من الدعم المادي المباشر بالنسبه للاسر التي لديها اطفال في سن التمدرس، اكثر من 7 ملايين طفل غيكونوا من المستفيدين، وايضا اكثر من حوالي 3 ملايين ديال الاسر اللي عندها اطفال دون سن التمدرس غادي حتى هي تستافد. فاذا جميع الاسر المغربيه، خاصه تلك التي هي في وضعيه هشاشه، ستستفيد من الدعم لتحسين اوضاعها. وياتي اكد جلالته على ضروره اخراج السجل الاجتماعي الموحد اللي غادي يضمن النجاعه ديال هذه المنظومه برمتها. ونحن حاليا في الحكومه خاصه القطاعات الوزاريه المعنيه نشتغل على اخراج السجل الاجتماعي الموحد حتى تتمكن الاسر في وضعيه هشاشه باش تستفد من هذه التعويضات العائليه، وحتى نتمكن من احترام الاجال اللي هي مسطره في الورش الملكي للحمايه الاجتماعيه. وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، شكرا لكم على كل هذه المعطيات. مرحبا. الدبلوماسية الملكية رؤية استراتيجية واستشرافية للدفاع عن مصالح المغرب إقليميا ودوليا، ففي عالم مضطرب يعج بالأزمات السياسية والاقتصادية يتموقع المغرب كقوة صاعدة وكحليف استراتيجي وازن بفضل الدبلوماسية الملكية القائمة على الوضوح والجدية. جلالة الملك يواصل تعزيز صدارة المغرب وريادته على المستويين القاري والعربي والدولي بناء على الثوابت الوطنية ومنطق التكامل والحفاظ على المصالح المشتركة. تقرير نوال جوراري، ياسين مرافق وجهاد ليبري. بكل ثقة يحصد المغرب النتائج تلو الأخرى بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. نجاحات دبلوماسية عززت أولوية ومركزية القضية الوطنية في الدبلوماسية الملكية. تحت القيادة السامية ديال صاحب الجلالة تحولات عميقة وكبيرة يعني في يعني السياسة الخارجية ديالنا وفي الدبلوماسية. وشفنا واحد التحول نوعي وكبير في القضية الوطنية، وواحد الاهتمام عالمي يعني بالنسبة للموقف المغربي، وكنشوفوا بأنه الحمد لله الأمور تتحرك من أحسن إلى أحسن. وشفنا أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تعترف بالقضية الوطنية ديالنا وخذتها بواحد المسؤولية كبيرة، وهذا خلى بأنه يكون يعني تحول كبير يعني في المنطقة. علاقات المغرب بمحيطه كانت على الدوام علاقات احترام وتقدير متبادل، صرامة الطرح ووضوح الرؤية أعقبته دينامية المواقف المؤيدة للوحدة الترابية للمملكة المعبر عنها على المستوى الدولي. We have also been talking about Sahara issues. بالنسبة لقضية الصحراء، ألمانيا تدعم المسلسل الأممي لتسوية النزاع حول الصحراء من أجل التوصل لحل سياسي عادل وواقعي ومتوافق بشأنه. إرادة صلبة وحاسمة، دبلوماسية ملكية ترتكز على الهدوء والروية. جلالة الملك محمد السادس حفظه الله حرص على إقامة علاقات قوية بناءة ومتوازنة مع دول الجوار. دبلوماسية الحكمة والتبصر أثمرت تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا، انتصارا لعلاقات واقعية تتجه نحو المستقبل بكل الثبات والثقة. Lo único que puedo reconocer es el papel protagonista. أعترف بأن المبادرة البطولية لطي الخلاف والأزمة بين المغرب وإسبانيا تعود للدور الذي قام به جلالة الملك محمد السادس. Esta nueva fase de entendimiento y de buena vecindad entre España y Marruecos al rey Mohamed VI.
العلاقات المغربية الإسبانية أخذت منحا إيجابيا بعد اعتراف إسبانيا بمصداقية وجدية المقترح المغربي بشأن الحكم الذاتي، وهي نقطة إيجابية في العلاقات بين البلدين. الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس القائد الإفريقي نحو القارة الإفريقية كانت ولا تزال تصب في تعزيز القدرات الفردية والجماعية لإفريقيا موحدة آمنة ومتضامنة. Depuis son accession au trône du royaume du Maroc, Sa Majesté. منذ توليه الحكم جلالة الملك يقدم نفسه كإفريقي مقتنع بإفريقيا. قام بجولة حول القارة، جلالته زار أكثر من ثلثي دول إفريقيا وحمل نفس الرسالة أينما حل وارتحل: التضامن الإفريقي، التعاون جنوب جنوب، وأن نحمل قدرنا بأيدينا، أن نثق في بعضنا البعض. وكما قال جلالته: إفريقيا يجب أن تثق في إفريقيا. وبصفته رئيسا للجنة القدس، الدفاع عن القضية الفلسطينية مبدأ راسخ لدى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وساطة مباشرة من المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس تؤدي للفتح الدائم لمعبر اللمبي، الشريان الأساسي في تسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع. علمنا بما قامت به المملكة المغربية الشقيقة بقيادة الملك المغرب محمد السادس، الذي نوجه له كل الشكر والامتنان لهذا العمل بالتوسط من أجل تسهيل حركة الفلسطينيين وإنهاء المعاناة. كان مطلب فلسطيني ومطلب شعبي قديم ومتواصل كل الوقت. كنت في محلها وأجد الوساطة يعني مشكورة، دولة المغرب على رأسها الملك محمد السادس مشكورين لهذه الخطوة. يواصل المغرب تموقعه كبلد رائد وشريك موثوق به. نجاحات على جميع الأصعدة، هكذا هي الأمة المغربية تسير نحو المستقبل بكل ثبات وروية. لمناقشة هذا الموضوع نستضيف الأستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط زكريا أبو الدهب. مرحبا بكم أستاذ. شكرا لكم الدعوة الكريمة. أستاذ، في خطاب العرش جلالة الملك يؤكد على ثبات سياسة اليد الممدودة من بلادنا تجاه الجارة الشرقية الجزائر، بالتالي هنا نحن أمام حرص ملكي صادق وقوي على تطوير العلاقات بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين. مدى تمثل هذه الدعوة الملكية المتجددة والصريحة والصديقة بالنسبة للعلاقات بين المغرب والجزائر، وما دلالات هذا التشبث المغربي الراسخ ببناء علاقات أكثر متانة تنتصر للتاريخ المشترك وقيم الأخوة وحسن الجوار؟ هي ولن تعبر عن مبادئ قارة بالنسبة للسياسة الخارجية للمغرب يجسدها بطبيعة الحال جلالة الملك، مبنية على مبادئ الجوار الطيب والحسن، التعاون، الشفافية، ثم أيضا مبني على إرادة قوية ملكية من أجل ربما تشيد، وهذا هو المبتغى، المغرب العربي، وأيضا تجاوز العقبات من أجل أن تمد الجسور ما بين الشعبين، وأن الأصل هو الشعبين، وهذا ما قاله جلالة الملك في الخطاب الشهير. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن الاستمرار مع الوضع الراهن في ظل تقلبات جيوسياسية خطيرة جدا صراحة، وتؤثر بشكل أو بآخر على العلاقات الدولية، على العلاقات الإقليمية إلى آخره. هذا يأتي أيضا في إطار استمرارية خطة أو مقاربة جلالة الملك، لأن إذا رجعنا لخطاب العرش ليوليوز 2021 تقريبا 70% كان مخصص للعلاقات مع الجزائر. الآن هذه دعوة صريحة صادقة نابعة من أولا تشخيص للوضع، ثم ثانيا رغبة أكيدة لتجاوز كما قلت العقبات الحالية والانخراط في يعني قطار
تثبيت وإقامة يعني صرح ديال تكتل إقليمي غيكون عنده أثر إيجابي على جميع المغاربيين. الدبلوماسية الملكية أستاذ بوأت المغرب مكانة أساسية في التوازنات الجيوستراتيجية الإقليمية والدولية بفضل رؤية ملكية متبصرة وبعد نظر استشرافي دبلوماسيا ودوليا. ما هي عناصر قوة الدبلوماسية الملكية الرائدة؟ وكيف ساهم الإشراف الشخصي لجلالة الملك على الاشتغال على عدد من الملفات في بلوغ هذا الزخم وهذه الانتصارات الدبلوماسية خاصة فيما يتعلق بالوحدة الترابية؟ يمكن يعني تلخيصا أن نعتمد على مقاربة من ثلاث مستويات. أولا المستوى الأول يتعلق بأسلوب صاحب الجلالة في مقاربة القضايا التي تهم المغرب، وانطلاقا من ما يسمى بالمقاربة الوحدوية إن صح التعبير، بحيث أن السياسة الداخلية تدعم السياسة الخارجية والسياسة الخارجية أيضا دعم للسياسة الداخلية، وهذا يأتي من خلال الخطاب الملكية وأيضا يعني تدخلات صاحب الجلالة في العديد من الميادين والمجالات. المستوى الثاني هو التعبئة الشاملة، لأننا نتحدث عن دبلوماسية كاملة تتعلق بالجوانب الاقتصادية، بالجوانب الروحية، بالجوانب الثقافية إلى آخره، تعبئة الوسائل وتعبئة بطبيعة الحال الفاعلين الذين كلهم يخدمون هذا المقترب الملكي. فيما يتعلق بالمقاربة الثالثة أعتقد هي تعكيس حتى يعني وضعية المغرب الجغرافية وأيضا الإرث الحضاري والثقافي الهائل الذي راكمه، وبالتالي فالمغرب تحت قيادة الرشيدة لصاحب الجلالة من هذه الناحية يفعل على يعني أداء وظيفي يترجم مكانته تاريخيا جغرافيا جيوسياسيا وجيواقتصاديا. يعني كيف ساهمت الدبلوماسية الملكية الرائدة بقيادة جلالة الملك في الدفع بعلاقات المغرب الدولية في اتجاه بناء علاقات قوية واقعية براغماتية على أساس احترام ثوابت ومحددات الدبلوماسية المغربية والمصالح العليا لبلادنا؟ وفي الواقع كان انخراط شخصي هائل منذ تولي صاحب الجلالة عرش أسلافه المنعمين منذ 1999، ولكن كان تكوين قبل ذلك، وبالتالي كانت خطة إن صح التعبير ورقة طريق، وكان الأساس الأول في نظري وهو إفريقيا بطبيعة الحال مع تمهيد المغرب للرجوع إلى عائلته المؤسساتية في 2017، ولكن سبق ذلك يعني تحركات هائلة جدا. دون ننسى تواجد المغرب في عمقه بطبيعة الحال العربي الإسلامي الإقليمي، علاقات الجوال، الاتحاد الأوروبي، الشراكة الاستراتيجية إلى آخره. هذا من جهة. ثم يمكن أن نقول بأنه فيما يتعلق بملف الوحدة الترابية هناك إنجازات صراحة هائلة. كما قلت هي تعكيس أسلوب صاحب الجلالة واقعي يشخص الوضع بطبيعة الحال، ويمكن أن نعتمد هذا المفهوم ديال ما يسمى بلو غيزو، شبكة علاقات وثيقة جدا، ولكن هذا ماذا يعكس؟ يعكس ما يسمى بلا كريديبيليتي، المصداقية ديال صاحب الجلالة. ثم وزنه سواء تعلق الأمر بالمستوى الإقليمي أو المستوى الدولي. أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط زكريا أبو الدهب، نشكركم على كل هذه التوضيحات. شكرا. مرحبا. شكرا لكم. في أخبار الحوادث، لقي 4 أشخاص مصرعهم وجرح 39 آخرون أمس بالطريق السيارة بين مراكش وأكادير على مستوى منطقة أمسكرود إثر حادثة سير نجمت عن اصطدام حافلة للنقل العمومي بشاحنة من الحجم الكبير. حجب تامك ونور الدين صابر. على مستوى منحدر منطقة أمسكرود التابعة ترابيا لعملة أكادير إدوتنان، وقعت حادثة سير مميتة خلفت 4 قتلى و39 جريحا. الحادث وقع إثر اصطدام حافلة للنقل العمومي بشاحنة. أنا في الدار سمعتنا الضربة، يلا كيصبح راه كيف نضو، يلا كيف نضو للساعة، واني ما نعرف واش السرعه اللي مولك اللي عنده السرعه ولا مولك مين. وصلت للثلاثه بحال هكاك، كلشي ناس، كلشي كان ناس، انا ما عقلتش شنو واقع.
صافي حتى كنفيق كنلقى الناس كيغوتوا ورجلي تحت الكرسي صافي بقاو كيهرسوا في الكراسه بحال هكا باش كيجبدوا الناس. وفور علمها بالحادث انتقلت إلى عين المكان فرق الإسعاف التي عملت على نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأجدير لتلقي العلاجات اللازمة. وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث، فيما وجب التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة على الطريق. وللمزيد من المعطيات حول هذا الحادث ينضم إلينا اللحظة مباشرة من أكادير الدكتور بوشعيب خريشفة طبيب بمستعجلة المستشفى الجهوي الحسن الثاني. مرحبا بكم دكتور. إذن 4 وفيات رحمة الله عليهم جميعا، 39 جريحا إثر اصطدام حافلة للنقل العمومي وشاحنة بمنحدر أمسكرود، كيف هي الحالة الصحية للجرحى بعد هذا الحادث الأليم، وما هي حصيلة الإسعافات التي قدمتموها طيلة هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على إثر حادثة السير التي وقعت في صباح اليوم على تقريبا الساعة 5:59 وقعت حادثة السير كما قلنا بين شاحنة وحافلة ركاب كانت متوجهة من مراكش نحو أكادير على طريق السيار وبالضبط بنواحي أمسكرود. هذه الحادثة سجلت تقريبا 39 حالة، منها 29 حالة خفيفة حيث تلقوا الإسعافات الأولية وغادروا المستشفى، ومنها 10 حالات خطيرة ومنها امرأة حامل. هاد العشرة الحالات مازال كاينين في لوبيتال، مازال يخضعون للعلاجات اللازمة والتحاليل السريرية، مع العلم بأن هذه الحادثة أسفرت عن 4 وفيات، وهذه الوفيات اللي كانوا في عين المكان. وبذلك نتقدم بهذه المناسبة نتقدم بالتعازي لضحايا وأسر المصابين. نعم الدكتور بوشعيب خريشفة طبيب بمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني، شكرا لكم على هذه التوضيحات، كنتم معنا مباشرة من أكادير. وفي فترة تتميز بالأسفار والتنقلات تعرف طرقات المملكة اكتظاظا في حركة السير، مما يفرض مزيدا من الحيطة والحذر أثناء السياقة واحترام علامات التشوير، سلوك يجنب مستعملي الطريق حوادث السير. من إقليم إفران نتابع ريبورتاج ياسر عمراني وأحمد الفضيلي. خلال أيام العطلة تكثر الأسفار والرحلات ويكثر معها الضغط على الطرقات، تهيئة هذه الأخيرة بالشكل الملائم خطوة هامة لضمان الانسيابية والسلامة لمستعملي الطريق. علامات التشوير جزء لا يتجزأ من المنظر العام بالطرقات، فهي التي تساهم في تنظيم حركة السير. احترام هذه العلامات يجنب السائقين الحوادث. أنا كنحترم قانون السير كما قريته كما كنطبقه، وكنحترم علامات التشوير لا الافقيه ولا العموديه، وباغا ندوز العطله ديالي بسلام ونمشي بالسرعه القانونيه اللي كيخولها لي الاشارات اللي كنلقى قدامي في الطريق. اقليم افران يشهد خلال فصل الصيف توافد العديد من الزوار، ما يرفع من حركه السير والجولان. المديريه الاقليميه للتجهيز والماء بافران تسخر وسائلها البشريه واللوجستيه لضمان استمراريه حركه السير. ومن ابرز الاجراءات التي نقوم بها صيانه وتحسين تشوير الطرق الافقي والعمودي، تقويه تشوير الطرق المؤقت بالنسبه للاوراش المسلوحه في طور الانجاز، إزالة الأعشاب من جنبات الطرق تجنبا للحرائق، القيام بإصلاح الأضرار الموضعية للطرق، تنقية المنشآت، صرف المياه. إلى جانب علامات التشوير والمجهودات المبذولة للرفع من جودة الطريق، للسائقين دور أيضا في السلامة على الطرقات. قبل ما نشدوا الطريق ندوزوا واحد الكونترول كامل ديال الطنوبيل،
البنوات والزيت وداكشي زعما واحد كونترول يكون مزيان السرعه ما يكونش واحد الاسراف السرعه مسافه ديال السلامه حزام السلامه لا لنا ولا للوليدات وبطبيعة الحال كل ساعتين إذا كانت المسافة طويلة كل ساعتين الإنسان كيوقف باش يرتاح كنطبق القواعد ديال السلامة الطرقية وكنتمنى من الناس كلهم أنهم يحترموا الطريق ويحترموا القواعد ديالها باش يدوزوا العطلة ديالهم بسلام. فصل الصيف فصل العطلة والاستجمام، احترام قانون السير يبقى أمرا ضروريا وهاما لتمر العطلة في ظروف حسنة. ارتفاع درجات الحرارة بالمملكة دفع العديدين لارتياد الشواطئ بحثا عن رطوبة الأجواء، ولضمان سلامة المصطفين تم تعبئة أزيد من 30 من رجال الإنقاذ الموسميين موزعين على 8 مراكز بشاطئ الرباط. روبورتاج عبير الملوكي، مريم الميسي وياسين مرافق. يطالع الأفق بإمعان بحثا عن سباحين محتملين يواجهون خطر الغرق كل يوم من 8 صباحا حتى 8 مساء. أحمد وزملاؤه في فريق يحرصون على سلامة مصطفي شاطئ الرباط الذي يمتد على طول 800 متر. اليوم صافرات التحذير تعلو الأجواء لتنبه المصطفين من تواجد سيارات قوية بهذا الجزء من الشاطئ. هنايا في لابلاج ديال الرباط كاينين بزاف ديال المناطق اللي كتكون فيهم الكورون ساقيه، كاينين هنا داكشي علاش كنديكاجيو بنادم باش لا حسيت تقدر تتجرو ولا شي حاجه داكشي علاش. التواجد المكثف للسباحين المنقذين بهذا الشاطئ يبعث في نفوس المصطفين الطمأنينة، من بينهم اولياء امور تشغلهم سلامه اطفالهم. كنجيو مع الوليدات مع الاسر ديالنا، كاين لا سيكوريتي، لي ميتر ناجور كيقوموا بالدور ديالهم على اكمل الهواج، واخا باقي شويه ديال لي طرافو هنايا. ملي كتشوفي الميتر ناجور كترتاحي بالنسبه لوليداتك، كتخليهم كاع يديروا بوحدهم يعوموا على خاطرهم ويرتاحوا في العومه. وقعوا لي مشاكل انا في البوخ، انني سباح، وقعوا لي مشاكل، لولا ان بعض الناس بعض المنقذين السباحين هما اللي ينقذوني. انا كنت في واحد البحر في واحد الشاطئ في الشمال وما حسبنيش بانه كيجر. 76 منقذا موسميا تمت تعبئتهم في هذا الصيف من قبل الوقايه المدنيه بجهه الرباط. مراكز شاطئ الرباط محدده حسب المرسوم اللي جانا من وزاره الداخليه في 30 منصب مفرقه على 8 ديال لي بوست، 8 ديال المراكز، كيقوموا بتوجيه نصائح للاشخاص المستحمين وكذلك يقوموا بحمايتهم. وبالنسبه لهاد السباحين المنقذين تيبداو من فاتح ماي من كل سنه حتى الاخر 31 شتنبر من كل سنه. منذ فاتح ماي نجا 117 شخصا من الغرق بفضل 140 تدخلا على مستوى ساحل الرباط. فرق الوقايه المدنيه تحذر من خطر الاستحمام في مناطق الغير محروسه واحترام علامات التحذير. بعيدا عن الشواطئ بمدينة فاس التي تفوق بها درجات الحرارة 40، يقبل المواطنون على شراء المكيفات الهوائية للتخفيف من آثار الحرارة المفرطة داخل البيوت. مهدي محب ومصطفى الزهيري. المحرار في فصل الصيف بمدينة فاس يتجاوز في غالب الأحيان 40 درجة. سكان المدينة يقبلون على اقتناء المكيفات الهوائية لتجنب موجة الحر، أجهزة تلعب دورا بالغ الأهمية في تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة خاصة على مستوى المنازل والأماكن المغلقة. الحرارة بزاف في مدينة فاس، وعندي وليدات في الدار ديالي والحرارة بزاف كاع، واضطريت باش نجي ناخذ واحد الكليماتيزور. افون ما كناش كنبغيو نطلقوا حتى لا كليم في الدار على وليداتنا على صحتنا باش ما نمرضوش، مي دابا ضروري ولات من الضرورة باش تاخذ لا كليم باش ديرها في الدار، حيتاش فريمون كاين واحد الصهد دابا في هذا الوقت اللي كنعيشوه دابا، كاين صهد كبير في مدينة فاس اللي كيفوت دابا 43 45. مع التطور الكبير الذي يعرفه المجال التكنولوجي في وقتنا الحالي، فإن المكيفات الهوائية بدورها باتت تتوفر على خصائص تكنولوجية حديثة كالتشغيل عن بعد والتحكم في جودة الهواء. كنصح بزاف الناس يبقاو ياخذوا هذا اللي فيه التحكم عن بعد. هذا التحكم من بعد كيمكن الانسان يكون مسافر، يمكن يكون جاي في الطريق وعنده وليدات وهذه، كيدخل كيلقى الدار بارده كيتحكم فيه عن بعد. كيمكن له
يعمر بالتوقيت واخا ينعس في الدار شي حاجه كيطفى بوحدو الكلمه. التكنولوجيا اللي هما جداد بحال مثلا اللي هما تيتحكم فيهم ا ديستونس يعني اترافيغ لابليكاسيون يعني في التليفون يعني يكون عندك واي فاي في الدار بيان سور الور تيبقاو هادو اخر ما كاين وتنعتبروهم بانهم يعني في لا كونسوماسيون دو ناقصين وحتى في الجوده ديال التبريد كيكونوا افضل. العاصمة العلمية فاس تدخل ضمن خانة المدن التي تشهد موجة حر تتراوح درجاتها بين 42 و47 وذلك وفقا لنشرة إنذارية من مستوى برتقالي صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية. وفصل الصيف فصل الفواكه الموسمية التي يكثر الإقبال عليها لفوائدها المتمثلة في الحماية من الآثار الجانبية لارتفاع درجات الحرارة. عن هذا الجانب يدور الروبورتاج وفاء اليعقوبي وسمير بركة. البحث عن حمامات الشمس على ضفاف الشواطئ للحصول على اللون البرونزي الذهبي قد يقلب في بعض الأحيان الموازين إذا لم تتخذ الإجراءات الوقائية. الإكثار من الفواكه الموسمية إحدى هذه الإجراءات التي تحمي الجلد من الالتهابات التي قد تصل في بعض الحالات إلى التعفن أو حتى سرطان الجلد. أول حاجة اللي غنية بها الفواكه وكل شيء تعرفها هي لا فيتامين سي. فيتامين سي هو مضاد أكسدة ماجور سكون أبل حنا دونك أساسي جدا لأنه تمنع الالتهابات. مثلا الدلاح اللي تيعطيه الدلاح البطيخ اللي تيعطيوه الماء الكافي باش أن لابو تبقى إيدغاتي دونك الالتهاب تيمكن أنه يكون ناقص شي شوية. ولا مواد مضادة للأكسدة بحال لي بوليفينول اللي موجودين في الخوخ في المشماش في الشهدية اللي موجودين حتى بالجزر وسيد لا فيتامين أ. الفواكه الموسمية الصيفية غنية أيضا بالمياه والمعادن مما يحمي خلال هذه الفترة من الاجتفاف. الدلاح والبطيخ غنيين بالماء والأملاح المعدنية إذا هذا مكون أساسي في ضد التعرض للاجتفاف. عندنا مثلا الخوخ باغ اكزومبل ولا المشماش هادو جوج من الفواكه اللي كيكونوا غنيين بالمعادن اللي ضروريين مثلا لحماية الشعر والجلد. تشهد الفواكه الموسمية إقبالا كبيرا خلال الفترة الصيفية نظرا لفوائدها الجمة، زد على ذلك مذاقها اللذيذ وألوانها المغرية التي تسر الناظرين. الفواكه الصيفية كلها فواكه مزيانة فيها المياه وكناخذها بزاف خاصة في الصيف لأنه فواكه عليها الإقبال خصوصا الدلاح والبطيخ فيهم المياه. إقبال بزاف الصيف على الهندية، أغلبية كل شيء كيبغوا القرموس وكيبغوا الهندية بزاف. هادو أحسن فواكه اللي جا كيقول لك أحسن فواكه هو القرموس ديال الكرم والهندية الزعبول. بالنسبة للهندية ملي كتوصل في الصيف كنموس عليها ما نكذبش عليك، عزيزة عليا خصوصا إلا كانت بنينة وكاين ديال شي نواحي خصوصا ديال أي صباع مكان هذيك هي الهندية ولا بالك. الإكثار من تناول الفواكه المتنوعة على الأقل 3 مرات في اليوم يمنح الجسم مضادات الأكسدة التي تحمي الجلد من الالتهابات، علاوة على الفيتامينات والمعادن التي تحمي الشعر من التقصف، دون إغفال أهم عنصر وهو غناها بالماء الذي يحمي من الاجتفاف، خصوصا البطيخ الأحمر والأصفر. لمواجهة النقص المرتقب في مياه الشرب اتخذت بالدار البيضاء تدابير وإجراءات من أبرزها إعادة استغلال ينابيع المياه المطمورة وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة. روبورتاج ليلى عسلي ومحمد العروي. حوالي 2 مليون متر مكعب من الماء الشروب يستهلكها البيضاويون سنويا، عملة تسعى أكبر مدن المملكة إلى ترشيدها تجنبا لإشكاليات التزود بهذه المادة الحيوية إثر النقص الحاد في التساقطات المطرية هذه السنة. الدار البيضاء حيث أحياء عديدة يرتبط اسمها بالماء تراهن على إعادة استغلال منابع المياه الطبيعية، خطوة تدخل ضمن ثلة من القرارات والتدابير الآنية. كنحاولوا كمجلس مدينة الدار البيضاء باش نسترعوا ديك العيون اللي هي واحد 35 عين اللي متفرقة على مدينة الدار البيضاء واللي كتمشي غير للبحر، هذه نقدروا نستثمروها. كذلك
واحد الخمسه د المحطات اللي غادي نجتوها اللي كان خصها تنجز ودابا غادي نجتوها لسقي المساحات الخضراء. وهذوك المحطات غادي تكون لتتمين وتدوير المياه العادمه. وكذلك راسلنا الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافه باش تكف عن غسل الازقه والشوارع والارصفه بالماء الصالح للشرب. هذا إلى جانب منع سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب، فالسباق مع الزمن للمحافظة عن الماء منبع الحياة قد انطلق. وضعية تواكبها إجراءات مستعجلة وتصحيح لسيل من الأخبار الزائفة. داولوا مواقع التواصل الاجتماعي بأن واحد التوصيات اللي غادي تبدا تقطع البيضاويين الماء من 11 ديال الليل حتى 6 الصباح، وكذلك غادي ينقصوا من لو ديبي ديال الماء. هذا الشيء غير صحيح. سد مولى عبد الله يعد اليوم مورد مياه الشرب الرئيسي للدار البيضاء من اجل تامين امداد هذه المدينه بالماء الشروب في سياق الظرفيه الحاليه، ظرفيه تتطلب حسن الاستغلال والترشيد. خاص الجميع ينخرط سواء مواطنين من خلال يعني تدبير والاستعمال المعقلان ديال هذه الماده الحيويه، وكذلك الفاعلين الترابيين والسياسيين صناع القرار باش يتعاملوا في تدبير ديال هذه الماده بطريقه في اطار مندمج في اطار استدامه. وللتذكير، فالمغرب ولمواجهه التحدي المتمثل في ندره المياه يخطط لبناء اكبر محطه لتحليه مياه البحر بعاصمته الاقتصاديه الدار البيضاء، محطه ينتظر ان تصل طاقتها الى 300 مليون متر مكعب في اليوم الواحد. موجة حر متواصلة عبر العالم، فللمرة الثالثة منذ يونيو الماضي ترزح فرنسا وإسبانيا تحت وطأة موجة حر خانق، في حين يشتد الجفاف يوما بعد يوم في أنحاء أوروبا وصولا إلى هولندا التي أعلنت رسميا تسجيل شح في المياه. خالد الأحمدي. موجة الحر وحرائق الغابات مستمرة في عدد من أرجاء المعمور سيما في أوروبا التي تشهد بعض بلدانها موجة ثالثة من الحرارة. شدة الحر غالبا ما تتسبب برأي الخبراء في اندلاع حرائق في الغابات، لكن الحريق الذي نشب اليوم في غابة غرونيفالد غرب العاصمة برلين مرده إلى انفجار مستودع للذخيرة تابع للشرطة تؤكد إدارة الإطفاء. واستنادا إلى فرق الإطفاء، فإن الحريق امتد على مساحة تقدر ب 15 ألف متر مربع، علما أن جزءا كبيرا من ألمانيا يعاني حاليا من الجفاف الشديد بما في ذلك العاصمة برلين. دول أوروبية أخرى تعيش نفس الوضع. هولندا تعلن رسميا تسجيل شح في المياه. من جهتها فرنسا تشهد منذ الاثنين المنصرم موجة حر قياسية ثالثة من نوعها منذ بداية الصيف. 10 مقاطعات فرنسية وضعت في حالة تأهب، وخمسة أخرى وضعت في خانة اللون البرتقالي الأكثر خطورة. من جهتها شهدت إسبانيا من جديد موجة حر شديد اتخطت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدد من المناطق الجنوبية. موجات الحر المتكررة يعتبرها العلماء دليلا على ظاهرة الاحتباس الحراري، متوقعين أن تتزايد هذه الموجات ويطول أمدها. نواصل الخبر الوطني بشأن الاقتصادي. إيرادات السفر تتجاوز 27 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري حسب ما أفاد به مكتب الصرف، الذي أضاف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بنسبة 89%. ياسر العمراني. في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 16.19 مليار درهم عند متم يونيو 2022 بارتفاع بنسبة 89% بالمقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021. وبلغت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج من جهتها 8.58 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2022، مسجلة انخفاضا بنسبة 19.8% بالمقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وفيما يتعلق بإيرادات السفر ارتفعت إلى أكثر من 27.29 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 8.91 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021. وبلغت صادرات قطاع السيارات 52.84 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022 بارتفاع بنسبة 30.1%. مكتب الصرف أوضح أن هذه الصادرات بلغت في متم يونيو 2022 أعلى مستوياتها في نفس الفترة خلال السنوات الخمس الماضية. ومن القطاعات الاقتصادية الناجحة التبريد والتعليب بإقليم توريرت، من بين الصناعات الغذائية المساهمة في التنمية الجهوية وتعزيز الأمن الغذائي. الروبورتاج التالي يقربنا من عمل وحدة صناعية متخصصة في تجميد الخضر والفواكه. محمد بلاوي ورشيد العتابي. هذه هي الشاحنة القادمة من إحدى الضيعات الفلاحية بتوريرت محملة بفاكهة المشمش. هذه الفاكهة بالإضافة إلى فواكه أخرى وخضر يتم فرزها بهذه الوحدة الصناعية مع تقشيرها وإزالة القلب منها وتقطيعها لتمر إلى مرحلة التعقيم والتبريد والتجميد. باستثمار يفوق 16 مليار سنتيم تم إنشاء هذه الوحدة الصناعية بهدف تجميد الخضر والفواكه وتصديرها. بالنسبة للإنتاج اليومي بالمصنع فهو يتراوح ما بين 180 طن و 240 طن، أما الإنتاج السنوي قد يصل إلى 15 ألف طن من المنتجات المجمدة. De produits surgelés. Un tas de millions de clients en Europe, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en Italie, en France, en France, en France, en Espagne, en Italie, ou en Afrique, en Amérique, en Canada. Après, on a dit bio. ولضمان سلامة المنتوجات الغذائية التي يتم تجميدها بهذه الوحدة الصناعية يتم احترام معايير دولية في هذا المجال بالإضافة إلى المراقبة داخل وخارج هذه الوحدة الصناعية. الوحدة ديالنا كتهتم بالسلامة الغذائية ديال المنتوجات ديالها، كتخدم على واحد الشهادة ديال الجودة دولية البيرسي اللي كتعترف بالسلامة الغذائية للمنتوجات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال التجميد وعدم إتلاف الفائض من الخضر والفواكه. هذه الوحدة الصناعية بتوريرت تساهم في خلق العديد من أيام العمل المباشرة وغير المباشرة ودعم عجلة التنمية الاقتصادية جهويا ووطنيا. صور نهاية النشرة من أستراليا التي عثر بها على حطام فضائي متفحم يعود إلى شركة سبايس إكس، وعثر كذلك على قطع فضائية أخرى في مواقع قريبة ومن المحتمل أن تكون لها صلة بمركبة سبايس إكس. وحسب خبراء الفضاء فإن معظم الحطام الفضائي يسقط في البحر، ولكن مع زيادة نشاط الصناعة الفضائية في كل أنحاء العالم فمن المتوقع أن تزداد كمية الحطام الذي يسقط على اليابسة. نذكر ختاما بالعناوين: مشاركة فاعلة للمرأة المغربية في كل المجالات تحقيقا للمناصفة والمساواة، دعوة من جلالة الملك في خطاب العرش للنهوض بأوضاعهن عبر تفعيل المؤسسات الدستورية وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة. سلامة المستافين بالشواطئ تتوقف على مبدأ احترام التعليمات المرتبطة بالسباحة وعدم المزاجفة مع أمواج البحر. لهذا الغرض يطلع رجال الإنقاذ التابعين للوقاية المدنية بدور محوري بهذا الخصوص. حرب الطرق تكبد خسائر في الأرواح بفعل التهور على الطرقات. 4 أشخاص يلقون حتفهم في اصطدام حافلة للنقل العمومي بشاحنة من الحجم الكبير على مستوى منطقة أمسكرود على الطريق السيار بين مراكش وأكادير.
إعادة استغلال ينابيع المياه المثمورة وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة من بين التدابير التي اتخذتها سلطات العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء من أجل مواجهة النقص المرتقب في مياه الشرب. نشكركم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.